لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اعلموا عباد الله أن هذه الدنيا بما فيها كخيال زائل سرعان ما ينتهي ويتحول، إنها لحظات تقضى ثم يأتي الموت، ثم بعد الموت يوم الوعيد والنفخ في الصور وقيام الناس لرب العالمين. فاحذروا من الغفلة عن هذا اليوم، فأكثر الناس في غفلة الدنيا، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الدنيا. فالدنيا غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فنعوذ بالله أن تلهى قلوبنا عن ذكر الحقيقة المؤكدة التي سبقنا إلى مباشرتها ملايين الملايين من البشر، الرحيل عن هذه الحياة. فأعدوا ليوم الرحيل عدته من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما محمد فرق بين الناس، هو الذي يفترق الناس على أساسه، على أساس الإيمان به واتباعه، إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر. وقدر الله سبحانه وتعالى على أمته الاختلاف ليمتحن عباده في من يتبع سنته وفي من يخالفها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. بحكمته عز وجل قدر حصول هذا الأمر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل أن يقع، لينظر سبحانه وتعالى كيف يفعل الناس عند الاختلاف. ستفترق هذه الأمة اختلافا كثيرا، مثل ما افترق واختلف من قبلهم، ولو شاء الله ما حدث ذلك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن بحكمته سبحانه قدر الاختلاف، وقدر أن يضعف الدين في نفوس الناس حتى يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والناس يظنون أن ما يرون من غربة السنة هي غربة الإسلام، والحقيقة أنها مقدمة له، فإن الإسلام كدين بدأ غريبا وقل في الناس من يسلم ثم انتشر، وسيأتي زمان أيضا يقل فيه الإسلام ويعود غريبا. الإسلام نفسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سيعود هذا الأمر غريبا في الأرض كلها، ليس هناك إلا قلة من المؤمنين، وإن كانت لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، ولكن تأتي أزمنة فتن تقل فيها هذه الطائفة، ومقدمة لغربة الإسلام تحصل غربة السنة وأهل السنة وأهل السنة. فغربة الناس الذين يلتزمون عند الاختلاف بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بالعودة إلى سنته بفهم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والعض عليها بالنواجذ، غربة هؤلاء مقدمة لغربة الإسلام كله، نسأل الله العافية. الحمد لله أن المسلمين يملؤون الأرض، ولكن قلة منهم من تطبق عند الاختلاف في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل وفي مسائل السلوك، قلة منهم هي التي تطبق العودة والاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من مصلحة الغرباء، وهذا من سعادتهم، مع أنهم يتمنون من كل قلوبهم أن ينتشر الخير وينتشر العلم وتنتشر السنة. وليست السنة كما يظن الناس بمعنى النافلة، ولكنها بمعنى الطريقة. ولذلك نقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد، وذلك أن الناس افترقوا بعد القرون الثلاثة الأولى، بل بدأ الافتراق من زمنها إلى فرق مختلفة تريد أن تجعل مرجعية المسائل والاختلافات إلى أحكام عقل مزعوم يخالف ما ثبت في الكتاب والسنة. والحقيقة أنها عقول خربة تؤدي إلى الانحراف والبدعة. لذلك كان لابد أن نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد كلها، في مسائل الأسماء والصفات
وفي مسائل توحيد الربوبية وتدبير الله عز وجل للعالم وملكه لكل ذراته دون شريك، وأمره ونهيه سبحانه وسيادته على العالم وتشريعه للناس ما يحتاجون إليه من تشريعات، وكذلك في مسائل توحيد الألوهية من صرف العبادة لله وحده دون من سواه، وعدم صرف عبادة لغيره من دعاء أو تضرع أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو حلف أو خوف أو رجاء أو محبة عبادة التي هي محبة مع خضوع وانقياد، لا يصرف شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في الحكم والتشريع بأن نرجع إلى الشريعة دون ما سواها من آراء الرجال. وقد كان الناس قديما يرجعون إلى أقوال علمائهم، ومن صحت عنده السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ومن عارض السنة بقول فلان وفلان كان يهدد بأنواع العقوبات الإلهية. تناظر ابن عباس مع عروة بن الزبير في قصة في قضية متعة الحج، فقال ابن عباس: أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى الاعتمار قبل الحج والتمتع بالعمرة إلى الحج. فقال عروة: وأبو بكر وعمر كان ينهياني عنها. وهذا ثابت بالفعل أن أبا بكر وعمر كان يريان حج الإفراد وينهون الناس عن العمرة في أشهر الحج لكي يكثر الاعتمار عبر السنة. ولكن لا يجوز أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. ولذلك أنكر علي رضي الله عنه على عثمان، وعندما نهى عن المتعة فقال: كيف تعمد إلى أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فتنهى عنه؟ فلما رآه مصرا لبى بالحج والعمرة معا متمتعا قارنا، وذلك لكي يرد على الخليفة الراشد عندما خالف أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ناظر ابن عباس عروة فقال له: أبو بكر وعمر كان ينهاني عنها، فقال له ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والعجب أن عروة مع علمه ومنزلته ومكانته احتج بما يتكرر من أن هؤلاء أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قبلها، ما قبل هذه الشبهة ولا هذه الحجة حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، للاتفاق على عدم جواز مخالفة السنة لقول أحد من الناس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وكذا قال الإمام أحمد في مسألة أخذ القيمة في زكاة الفطر التي كان يقول بها سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، قال أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فسبحان الله، كان الناس ينكرون على من يقلد أبا بكر وعمر وسفيان ومالكا والشافعي وأحمد، كما قال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. فصار الناس اليوم يردون الحديث الصحيح، بل يردون الآية لآراء الكفار والعياذ بالله، ويتحيلون على الشرع لكي يجعلونه موافقا لآراء أهل أوروبا الملحدة التي وقعت في الوثنية التي كانت فيها مرة أخرى بعد أن هجروا ما كانوا ينتسبون إليه من النصرانية، بل صاروا والعياذ بالله لا دين لهم، والإلحاد عليهم غالب. فصارت هذه التشريعات التي تستبيح المحرمات مثل إباحة الفواحش من الزنا واللواط وغيرها باسم الحرية، وكذلك التشريع الإلحادي وترك مراجعة شرائع الأنبياء جميعا وإنكار وجود الله والقول بأن هذه حرية، صار هناك في من ينتسب إلى الإسلام من يزعم أن هذه من الحريات التي يجب احترامها تقليدا لأهل أوروبا الفاسدة الوثنية الملحدة. وما أثر انتكاس فطرة الناس إلى تقليد هؤلاء الأخباث على مجتمعهم على مجتمعاتهم ببعيد؟ فهذه الملاهي وهذه النوادي التي تمتلئ بالمنكرات، بل والجرائم التي ترتكب، ولا يجد الناس رادعا من عقوبة لأنهم قلدوا أوروبا في اعتبار الرجل البالغ العاقل الذي يرتكب جريمة وهو دون 18 عاما بأيام، يعتبرونه طفلا غير مسؤول. يا لله العجب، كيف يكون ذلك؟ الطب والفسيولوجيا والتشريح والهيئة والحس يؤكد أن هذا رجل بالغ وأن تلك امرأة بالغة، وهم يقولون بل هم أطفال. عجيب، لماذا؟ لأن أهل الغرب قرروا أن الطفولة إلى 18 عاما، مخالفين في ذلك الحس والطب والعقل، ومع ذلك فالناس تبع للغالب، نسأل الله العافية. إن قضية التشريع حق لله عز وجل، ولا بد وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قضايا التوحيد والإيمان، وكذلك من أعظم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا التوحيد والإيمان والاعتقاد توحيد الله عز وجل بأن يكون الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أوثق غور الإيمان. وقد ترك الناس كثيرا من ذلك أيضا، بل قد وصل الحال إلى بعض الناس أن يعتقد مساواة الملل والأديان، وأن الشرك والكفر بالله سبحانه كالتوحيد، وأن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تصديقه. كل ذلك طرق تؤدي إلى الله، نعوذ بالله. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وهذه المسألة متعلقة بأصل الشهادتين، فمن يصحح ملة من يعلم أنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، لم يشهد أن محمدا رسول الله، كيف يشهد ذلك ويكون صادقا وهو يقول أن من كذب الرسول
محق أيضا من اليهود والنصارى ومن غيرهم من أهل الملل. بعض الناس وصل به الحال إلى اعتبار ملل البوذيين والهندوس عباد البقر وغيرهم من عباد الأوثان الذين يعبدون تماثيل وأصنام بوذا وغيره، بل ويقيمون لهم معابد يزعمون أن هذا هو السماحة في الدين. والسماحة ليست كذلك قطعا، فالسماحة معاملة ليس تغيير اعتقاد. السماحة والبر والقسط الذي أمر الله به أن تعامله بالعدل بما شرع الله، وأن تحسن إلى من لم يحارب الإسلام والمسلمين منهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والله سبحانه وتعالى مع ذلك حرم الموالاة، ولذلك قال بعدها مباشرة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نحن يجب أن نعتقد اعتقادا جازما بأن من لم يشهد شهادة أن لا إله إلا الله أو عبد غير الله أو كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجب أن نعتقد أن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومخلد في النار إن مات على ذلك، وأنه لا دين يقبل عند الله سوى دين الإسلام، وأن من كفر بحرف من القرآن بكلمة واحدة مجمع عليها فإنه كافر بالله العظيم، ومن كفر بأي رسول من الرسل فهو كافر بجميعهم. فكيف نصحح ملة من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والبغض للكفار لا يلزم منه الاعتداء على ما شرع الله لهم من حرمات إذا كانوا معاهدين، لكن البغض عمل قلبي. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم يقل عز وجل حتى تسالمون أو حتى تعاهدون أو حتى نكون أهل بلد واحد أو لسان واحد أو حتى قرابة وعائلة واحدة، وإنما قال: حتى تؤمنوا بالله وحده. آيات بينات أعرض عنها المنافقون، ويريدون أن ينشروا في الناس خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الحب في الله والبغض في الله. ومع أننا لا نظلم الناس إذا أبغضناهم، الحب والبغض عمل قلبي ويظهر أثره في اللسان لكن دون اعتداء ودون انتهاك حرمات المعاهدين الذين ثبت لهم الأمن في دمائهم وأعراضهم وأموالهم بالعهد مع المسلمين. وأما من يحاربنا فلا بد وأن نحاربه. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل سوء. وكذلك يجب أن يكون تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف في أمور الاعتقاد شاملا قضية الرغبة والشهوة والحب لدى الإنسان، فقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
والذين آمنوا أشد حبا لله. قضية الشهوة والرغبة قد تصل بالإنسان إلى أن يتخذ ما يحب ندا من دون الله أو مع الله، يجعل حبه كحب الله حتى يخضع له ويبيع دينه من أجله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حب الإنسان للمال، حب الإنسان للجنس، للشهوة الجنسية، حب الإنسان لأهله وقرابته وقبيلته وعصبيته ربما تجعله يكفر بالله والعياذ بالله. رأينا في زماننا أقواما يلحدون ويكفرون، ولكن لأنهم من أهل قوم معينين يتبعهم أهل قومهم ويقاتلون معهم، ولا فرق عندهم بين كونه آمن أو كفر. وهل الحروب التي ترونها اليوم في المشارق والمغارب إلا بسبب العصبية الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي آثر قوم أن يعظموا آباءهم وأجدادهم الكفار على حساب دعوة الإسلام ودين الإسلام؟ وصارت القومية التي يتقاتل عليها الناس من أجل حب الآباء وتعظيمهم فوق دين الله هي السبب في المحن التي تصيب الأمة في أجزائها المختلفة. فالترك ضد العرب، والعرب ضد الترك، والكرد ضد العرب وضد الترك، والفرس ضد العرب، والناس يقتتلون، وخصوصا عندما تعضد ذلك بنشر بدعة التشيع بزعم أنهم يحبون أهل البيت حتى غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله أو مع الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فلما أضيفت بدعة التشيع إلى بدعة التعصب للقومية الفارسية رأينا بلادا تدمر وتخرب بسبب علو قوم على قوم، ويحصل في المقابل كما حدث في آخر الدولة العثمانية عندما علت القومية التركية فعارضتها القومية العربية، وانقسمت بلاد العالم الإسلامي حتى أكلها الاحتلال الغربي، وقسمت بلاد المسلمين غنيمة باردة للفرنسيين والإنجليز والطليان، ساموا أهل البلاد سوء العذاب. لا بد أن تكون شهوات الإنسان وما يحبه تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ويحبه أكثر من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يخذف في النار. ثم كما يجب تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع ومسائل الخلاف في قضايا الاعتقاد بأنواعها، كذلك يجب تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل العمل من العبادات باتباع السنة فيها وتجنب البدع وتجنب التقليد الأعمى الذي يبلغ معه الإنسان الحديث ثم يتركه لأن الإمام الفلاني والمذهب الفلاني قد قال بغيره، فإذا قلت له قال كلهم يأخذون من الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة حق يراد بها باطل، كلهم يأخذون من الرسول نعم، ولكن هل أصابوا في كل ما قالوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فهذا يدلنا على أن العلماء لأنهم حكام على المسائل، كما أن الأمراء كذلك حكام على الأفراد، هؤلاء يصيبون ويخطئون. وإذا بلغت السنة أحدا لم يجز له أن يخالفها، وهكذا نقل الشافعي الإجماع. فمسائل العمل في العبادات، كيف نصلي، كيف نتوضأ، نقول كما صلى وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحج، كما حج رسول الله الذي قال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتوني أصلي، وعلم أصحابه الوضوء فأتى بماء وتوضأ أمامهم، لم يعلمهم التفاصيل الفرعية الكثيرة التي تفرعت بعد ذلك في كلام العلماء، إنما كانت لتيسير الفهم اتخذها الناس حجة في ذاتها، وإنما الحجج في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نصنع إذن؟ نتعلم، هذا هو الحل. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا بد أن نتعلم السنة، لا بد أن يكون لك نصيب يوميا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا نحيي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب. لا يحيى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الحلاوة أو توزيع الشربات، وإنما تحيى سنته صلى الله عليه وسلم، ويحيى العلم به بدراسة ما ثبت وصح من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد والعمل والسلوك والخلق. فهذه السنة مبذولة لمن طلبها، ولكن من يحضر دروس العلم؟ قلة من الناس، حتى ممن ينتسب إلى السنة في هيئته، حتى قال له الناس سني لأنه صار ملتحيا أو صارت امرأته منقبة، لكن طلب العلم صار أمرا نادرا وصار أمرا غريبا. وهذا ينذر بأن الأمور تزداد سوءا، حتى يصبح الإسلام نفسه غريبا، لأن غربة السنة وغربة العلم وقلة العلماء وموت العلماء واتخاذ الرؤوس الجهال وتعويد الناس التقليد الأعمى واتخاذ الطرق المنحرفة سبيلا للتزكية بدلا من الرجوع إلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحسان وفي تهذيب الأخلاق وفي إصلاح القلوب وفي علاج أمراضها. فعندما يلجأ الناس إلى أهل الانحراف تزداد غربة الدين. فلذلك لا بد وأن نعيد إلى السنة مكانتها في قلوب الناس، وأن في قلوبنا أولا، ثم ندعو الناس إليها. ذلك الذي يرفع شأن المجتمع ويمنع تسلط الأعداء عليه. ولكن إذا قبلنا خزعبلات الأعداء وخزعبلات الخرافات التي كانت من أناس أرادوا هدم الدين عبر الزمان من خلال البدع الضلالات، حين نقبل ذلك فنحن نضع رؤوسنا تحت أقدام الأعداء، يضربون هنا ويضربون هنا ويقتلون النساء والأطفال والرجال والشيوخ ويقتلون الجميع، ولا أحد يستطيع أن يرد، بل ربما حبسوا عن المسلمين مياههم وأخذوا أرضهم وانتهكوا حرماتهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يردوا. لماذا؟ ليس لأجل عدم الأخذ بالأسباب فقط، بل في المقام الأول الذل الذي حدث بسبب البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن السنة عز لأصحابها وعز للمجتمع الذي تنتشر فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سنته بتطبيق الخلفاء الراشدين هي المخرج من الخلاف. فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. سوف تنازع، سوف يريد أخذ كثير من الناس
أن ينزعها من يدك. أمسك عليها بأضراسك بأسنانك، امسك تمسك بها بيدك وأسنانك، لا تترك شيئا منها. وإن نازعك الناس وإن حاولوا معك أن يأخذوك إلى البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هكذا نثبت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالدعوة ولا بطلب المدد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكيف ندعوه؟ كيف نطلب منه المدد ولا نطلبه من الله؟ فكيف نطلبه من بعض أهل بيته، ممن لم يستطع أن يدفع عن نفسه عندما حاصره الأعداء حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه كالحسين رضي الله عنه، ومع ذلك يسأل الناس منه قضاء الحاجات، فضلا عمن أتى بعد ذلك لمن ليس من أهل البيت وإنما ينتسب إليهم زورا، ثم بعد ذلك ليس من أهل الدين بل من أهل العقائد المنحرفة، بل من أهل وحدة الوجود والقول بأن الكون كله شيء واحد هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وأن الأديان كلها شيء واحد، لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية. كيف يمكن أن يكون هؤلاء أولياء؟ كيف يمكن أن يدعوا من دون الله؟ كيف يمكن أن يطلب الناس منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ نعوذ بالله. نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل والدعوة إلى ذلك. نسأل الله أن يفرج كربات المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.